ساكنة سوق عراس أبناء القاعدة الشرقية يخرجون في مسيرة مثل إخوانهم عبر كامل ربوع الوطن للتضامن مع الشعب الفلسطيني المجاهد أمام غطرسة وظلم وبطش هذا الاحتلال الصهيوني الغاصب الذي يقتل إخواننا في فلسطين في مجزرة لم يسبق لها مثيل، ويحاول تصفية القضية الفلسطينية وتهجير السكان الأصليين لهذه الأرض. نحن في هذا اليوم في هذه المسيرة نعرب عن تضامننا التام واللا مشروع مع إخواننا في فلسطين، ونكون لهم سند بحول الله حتى يأخذوا استقلالهم وحريتهم ويبنوا دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بحول الله تبارك وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. كل أبناء سوق هراس بجميع أطيافهم ومجتمع المدني والأطياف السياسية وكل اليوم حاضرين هنا لإعلان تضامنهم مع القضية المركزية، قضية العرب والمسلمين القاطبة هي القضية الفلسطينية، فلسطين الشاهدة. ونحن في الجزائر دائما نعبر عن رأينا الأبدي والأزلي، نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. تحيا الشعب الفلسطيني، تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن اليوم في ولاية سوقهراس في المسيرة تضامنا مع شعب غزة وشعب فلسطين. ها هو الشعب الجزائري دائما ما يؤكد على أن الشعب الجزائري حكومة وشعب دائما مع القضية الفلسطينية ضد الاستعمار الغاشم الصهيوني. دائما الجزائر حكومة وشعب واحد، نحن مع فلسطين. تحيا الجزائر، تحيا فلسطين، تحيا غزة. يا ربي انصرنا ضد الإسرائيليين. تحيا الجزائر، اللهم انصر غزة يا رب العالمين. أول قناة إلكترونية في الجزائر.